السلام عليكم البنات، مرحبا بكم اليوم في قناة وصفات سحرية. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الوصفة نتاع البسبوسة بالكريمة اللي كتجي زوينة روعة، بالمكسرات كنديروا فيها المكسرات، كتجي كريمية في المذاق، ولا في المذاق بنينة بزاف، كتجي احسن من البسبوسة العادية. نبداو على بركة الله المقادير. عندنا هنايا كاس، نص كاس ديال السكر، وعندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا كاس ديال السميد الرقيقه، وعندنا نص كاس ديال السميده، وكنكملوه بفورس بنص كاس ديال السميده ونص كاس ديال الفورس. عندنا جوج البيضات، عندنا هنايا وحده فاني وحده خماره. عندنا هاد دانون، انا درت هاد جوج دانونات، نتوما ديروا دانون كبير واحد. نبداو على بركة الله الطريقة. اول حاجة البنات، درنا هاد جوج بيضات، نطربوهم مع هاد نص كاس ديال السكر. حتى الا كان عندكم البيض في الثلاجة خصكم نقول لكم تخرجوه بواحد ربع ساعة ولا نص ساعة باش ياخذ على درجة حرارة المطبخ عفوا. كنطربو هكا مزيان تيولي على شكل كريمي. مورا نزيد عليه هاد دانون، غنزيد عليه هاد الدانون. هانتوما كيما كتشوفو انا زدت داك الدانون ونزيد نطرب مزيان. نزيد هاد نص كاس ديال الزيت، ونزيد هاد الفانيا هادي. كما كتشوفوا نخليو الخميره هي التاليه، انا نحركها غير بشويه. الخميره ملي كنديروا الخميره التاليه ما كنحركوهاش مزيان، غير لما تنسجم صافي كنوقفوا. دابا نحطوا هادي على جنب، ناخذ شويه ديال الزبده، ناخذ هاد المول نديرها في هاد المول، ناخذ هاد شويه ديال الزبده وندهن به هاد المول صافي، ونصب فيها. نبقى نمشي هكا، هذا غير شويه حيت هذا ديال الجاج خصو غير شويه ديال الزبده صافي. ونصب الخليط ديالنا وندخلو الفران على نهار النار مهيله بزاف على ما طيبنا، ونوليو نشوفوها. دابا نديرو السيرو، نصوبو السيرو ديال البسبوسه، لنسقو به البسبوسه. انا درت هنايا في كاسرونه كاس ونص ديال الماء، نزيد له هنايا واحد كاس لارب ديال السكر، نزيد له هنايا واحد العصره ديال الليمون، نص ليمونه، واحد العصره ديال الليمون. نحيدو لها العظم، راه فيها العظم، نحيد لها دابا العظم. نزيد لها واحد هنايا واحد الدرجه ديال الليمون، انها باش تغلى في البوطه. هانتوما تشوفوا معايا هنا دابا درتها على البوطه، نخليه يولي، نبقى مع التحريك نخليه يولي شويه عاقد بحال السيرو، هيولي عاقد صافي. نطفي عليه منين نطيب البسبوسه، خاصها نسخنوه واحد شي شويه، منين نخليو البسبوسه تتبرد نسخنوه حتى واحد شي شويه ونكبو عليها حيت السيرو خصو يكون سخون.
بالنسبه للكريمه البنات غنحتاج هنايا عندي دابا نوجدوا الكريمه، غنحتاج هنا السيترو ديال الحليب، عندي هنايا 3 المعالق ديال لاكريم باتيسيير، معالق كبارين، عندي هنايا 2 معالق كبارين ديال سنيده، عندي هنايا خنيشه ديال الزا ديال الزهر، غنزيد هذه حتى التالي. نبداو الطريقه على بركه الله. غنديروا هنايا داك 2 معالق ديال سنيده، ونديروا هنايا هنا 3 المعالق ديال لاكريم باتيسير، غنديروهم دابا قبل ما نحطوهم على النار، ونحركو مزيان، نبقاو نحركو مزيان حتى يذوب لنا داكشي، ونحطوه على النار على ما تعقد لنا. نزيدو عليها ملي تكون سخونه، نزيدو عليها هاد الخنيشه ديال الزهر. نشوفوا معايا الطريقه. كما كتشوفوا معنا ها هي البسبوسه ديالنا خرجت من الفرن، ها مازال سخونه، نديرو لها بعض الثقابات هكا. ونديروها بالسيرو هنايا، ناخذ واحد هاد السيرو هذا اللي وجدنا، كنا ديجا وجدناه، نبقاو نسقيوها به، خاصها تسقى مزيان. ونخليوها شويه على ما تشرب داك البسبوسه داك السيرو هذا اللي وجدنا، هذا اللي وجدنا كلها تشرب، منين تشربوا انا نديروا لها لا كريم باتيسير، غنصوبو لها داك لاكخيم اللي وجدنا، غنحطوه عليها. كما كتشوفوا حنا درنا لاكخيم باتيسير، ها هي بدات كتعقد، هانتوما كتشوفوا القوام ديالها، درناها على النار، كديرو في الاول النار مجهده، على ما تبدا تعقد كتنقصوا لها. شوف القوام ديالها، تتحس بانها ثقيله، صافي ما بقاش ان سنحسوا براسها انها ثقيله، كتهبط من المعلقه ثقيله. صافي كنطفيو عليها ديك الساعات، هانتوما كما كتشوفوا، وكنحطوها على البسبوسه، كنحطوها سخونه، نزيد معها داك الخنيشه ديال الزهر بعدا حتى التالي، من طفي عليها نزيد عليها داك الخنيشه ديال الزهر. شي كي كترجع ثقيله، مازال نزيدها شويه تزيد تعقد. صافي دابا انا نطفي عليها، نحيدها على البوطه، نزيد معها داك الخنيشه ديال الزهر. كما كتشوفوا دابا نزيد مع هاد الخنيشه هادي ديال الزهر هكا، ونبقى مع التحريك. هانتوما كما كتشوفوا هنا كصبيتها، هنا صبيتها في هاد المول هذا، دابا ندخلها للثلاجه. بالنسبه للتزيين ديالها، انا عندي هنايا درت هنايا شويه ديال الكركاع، وشويه ديال الزبيب، وشويه ديال لي زامون دي فيلي، درتهم ها هما، قبضتهم وحمرتهم شويه في المقله باش نزوق بهم، هادو هما اللي عندي للتزيين باش نزوق بهم، ونتلاقاو ونشوفوا الطرطه ديالنا كي رجعت. كما كتشوفوا البنات، هي البسبوسه ديالنا الكريميه اللي كتجي روعه في المذاق. انا هنايا زوقتها بداك لي طامون دي فيلي، وداك الكركاع واللوز، ودرت هنا شويه ديال الصوص كراميل، وشويه ديال الصوص ديال الشكلاط. كتجي صراحه زوينه بزاف، كنتمنى تجربوها، ولا عجبتكم القناه ديالي كنتمنوا تابوناو معايا، ونبقى ديما تشجعوني باش نبقى ديما نعطي الجديد. بالصحه والراحه، ونتلاقاو في وصفه ان شاء الله جديده وحده اخرى.